الفنان يوسف الشريف تصوير فيلم الجديد بني آدم مع المنتج تامر مرسي بعدما تعاونا معا على مدار الموسمين الدراميين الرمضانيين الماضيين من خلال مسلسلي القيصر وكفر دلهاب ولحقوا نجاح كبير جماهيري ونقدي كبير جدا. وبدأ يوسف الشريف تصوير أحداث الفيلم داخل إحدى فيلات مدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد فترة تحضيرات وصلت لستة أشهر. ويشهد هذا العمل عودة يوسف الشريف للسينما بعد فترة غياب وصلت لتسع سنوات.